سنموت بعد قليل بس مستحيين نقولها. إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على صعيد العالم بسبب انفجار مدبر، وهذا الاعتداء بطال هذه الشخصية أثناء وجودها في طائرة خاصة أو في يخته بالبحر، أو يعني بقلب البحر وعلى سطح يخته الخاص. هلأ مين وكيف على اليخت ما بعرف. نعم. حادث الطائرة بتشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد، وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة الظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. كيف وليه ما بعرف، وين ما بعرف. العاصفة تضرب الـ 24 أجواء أوروبا وكوارث تلتهب داخل بعض الدول الأوروبية والمأساة كبيرة. أنا عارفة حيقولوا عني بومي، راح يقولوا بومي. أنا بيني وبين حالي عم بقول بومي والناس عم بيقولوا بومي. لا لا، بقول لك الأشياء المفرحة أكيد راح تشوفها الناس وبتعرفها، لكن الأشياء الكارثية، الأشياء الكارثية بعيد عن المزح، في concentration، يعني في هيك بشكل مركز توقعات. ما هو التوقعات المؤسفة، التوقعات المفرحة الناس بصراحة ما إيه مثل الإنسان يعني، الكلب أو الكلب. يعني بدي أقول لك شغلة، فوت على أفلام السينما، العالم بتفوت على أفلام الرعب، ما بتفوت على الأفلام اللي بتضحك. صح. قد يتحول مأتم تشيع جنازة أحد الرؤساء إلى مسرحا لجريمة كبيرة، قد تؤدي إلى وقوع قتلى بينهم من عدد من الشخص، يعني شخصيات بيكونوا بقلب هالجنازة يلي هي مأتم يعني تشيع جنازة أحد الرؤساء. أحد الرؤساء بينهم خلال عدد الجنازة من الشخصيات بيصير في كارثة ومنشوفها على الإعلام. حالات من الاختناق، بيموت حدا إلى جريمة قلتي؟ إيه جريمة. خلال جنازة أحد السياسيين أو الرؤساء في جريمة تقع. نعم. حالات من الاختناق في الداخل الإسرائيلي أثناء تواجد عدد كبير من الإسرائيليين في ملاجئ تحت الأرض هربا من خطر كبير ومن جراء الدخان الكثيف. في هذا التوقع أنا أقول ما أراه للأسف الشديد وليس ما أتمناه أبدا، لأنني أدعو الله دائما بأن يغلق أبواب الربيع الدموي ومآسيه في كل بلد من الوطن العربي الحبيب. لذلك أقول إن كل ما نراه اليوم يحصل في فلسطين المحتلة وفي العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان سيتحول إلى بداية النهاية بإذن الله تعالى. فالأحداث القادمة والمفاوضات الجارية نشان، رغم كل الصعوبات بنشوفها إنه والعراقيل سوف تتوصل إلى حلول وتسويات ناجحة لوقف وإنهاء كل هذه الحروب والمآسي والانهيار التي سببها الربيع العربي والدموي المشؤوم الذي قتل وشرد آلاف البشر ودمر أوصال البلاد والعباد. نعم. يعني في حل، شوف حل. بورصة العملات العالمية بتدخل دائرة الخطر الشديد والتغيير المالي الكبير، لذلك برجع بقول حولوا أموالكم إلى ذهب. الحاكم الاقتصادي الوحيد هو الفضة والذهب. حولتي شيء على الذهب؟ منشوف ارتفاع في أسعار الغاز والبترول يؤدي إلى ثروة عالمية كبيرة. اشتريتي ذهب ليلى غير حولتي؟ أنا كل ما بهيدا بشتري أونصة. لحظة أونصة أونصة. ليلى شو قلتي بعد مرة قولية بس وليد خد لعيدة لك شو عملت؟ كل ما يصير معي شوية مصاري بيخد أنصة هيك 10 جرامات. أوكي. تتعرض سريلانكا للأسف إلى زلزال كبير وموجة سريلانكا. تسونامي خطيرة ومرعبة بتترك وراء أدراج جسيمة وفادحة بالأرواح والممتلكات، كما أرى جزيرة مالطا تتعرض إلى زلزال مخيف ويصير موجة رعب كبيرة بين الناس خلال المرحلة القادمة. نعم. الإكوادور ستكون أمام تطورات أمنية وسياسية بارزة جدا مما سيضع الإكوادور على شفير الحرب، بالإضافة إلى مواجهة حالة عارمة من الفوضى والغضب تسيطر على الناس والشارع. التوقع ما قبل الأخير، إفريقيا ستكون في مهب الأزمات الإنسانية الكبيرة والقاسية بسبب مواجهة أزمة غذائية غير مسبوقة وبوادر ظهور موجة مجاعة تطرق أبواب وحدود دول إفريقية، وذلك خلال المراحل القادمة. أما التوقع الأخير،
خطيرة قادمة تقف على أبواب النيجر، مما سيجعل الأنظار والإعلام ما بين الجزائر والنيجر بسبب أحداث مؤسفة. وسنسمع عن دولة عربية تدعم وتساند النيجر في هذه الأحداث القادمة. في توقع إجا هلأ منشوف للأسف صاحب محطة إعلامية في ذمة الله، محطة تلفزيونية إعلامية في ذمة الله، صاحب محطة تلفزيونية إعلامية في ذمة الله. وين وكيف ما بعرف. لبنانية ولا عربية ما بتعرفي؟ هذه توقعات ليلى عبد اللطيف. أما أنا فأؤمن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.